Rude. What do you? Okay. I like your socks. Thank you. So, this, your socks is better than the food? Mm-hmm. It's really good. Let's do them. يوم الساعة 12:30 قاعدة أسوي الأكل التقليدي أو الأكل السعودي. اليوم جايين بإذن الله قاعدة أطبخ طبعا من الساعة تقريبا 10 الصباح. الحمد لله خلصت الطبخ، الحين رايحة أجيب صاحبتي. وأشكركم كلكم على تعليقاتكم اللي راحت جدا جدا أسعدتوني فيها. Actually, جولي قالت تحدي طبعا، لان انا كنت اطبخ كنت اقولها بعزم اصحابي وراح اعزمك يا جولي. قالت لا، افضل اكله بجولي على الاكل اللي انت بتطبخينه. قلت خلاص قد التحدي يا جولي، ما راح تاكلين حاجه. المهم اللي صار انه جات فكره الفيديو انه okay, and she can speak Arabic too. تقدر تتكلم عربي. So yeah, don't hate on her guys. She loves Saudi food. It's just a joke. وجولي قالت لي انها بتساعدني ترتب معي، ومو زي جا اسمع ايش تسوي. سيري هاي ساعدني وعطيتها أغراض عشان توديها للزبالة. زين. جولي جربتها أول. What did you try it with, Julie? Apple. كلتها مع تفاحة. وتقول أبغى أعلم السعوديين كيف. تقول أبغى أعلم السعوديين كيف يأكلونها مع التفاحة. والحين نجرب المطازيز. رام جولي قاعد تجرب. Let me know if you like it. Why am I asking permission? It's my Snapchat. Yep, you can be one. Hey, what's up guys? Check this out. Oh, it's on YouTube. Oh my god! Dude, what are you doing?